بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلى المركز الإعلامي سؤال مهم جدا، بيقول: هل توجد أهمية عملية في إبداء طلب احتياطي عند رفع الدعوة؟ يعني أنت رفع دعوة طلبات، هل من الأهمية أنك تحط طلبات احتياطية أو طلب احتياطي؟ ومن خلال برنامج أنت تسأل والقانون يجيب، هنرد على هذا السؤال اللي أنا بعتبره من الأسئلة المهمة. طبعا عند رفع الدعوة احنا بنحدد طلباتنا. طيب ايه قيمة ان انا احط طلب احتياطي؟ هل ده امر يعني مهم ولا عادي ولا ايه؟ لا طبعا الامر ده مهم، ومهم جدا لسبب: اذا رفعت الدعوة بطلب دون طلبات احتياطية او طلب احتياطي، فقدت محكمة اول درجة بالطلب الاساسي اللي موجود اللي مفيش غيره في الدعوة، ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم وحكمت بالرفض مجددا. هنا خلاص المحكمة هنا قضت وفصلت في الموضوع. طيب لو أن هناك طلب احتياطي في هذه الحالة، على محكمة الاستئناف عندما تقضي بالإلغاء والرفض أن تعيد الدعوة إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفذ ولايتها بشأن الطلب الاحتياطي. يبقى انت بقى معاك ديفنس او دفاع او خط احتمال تاني في دعواك لما بتحط طلب احتياطي. النقطة الاخرى المهمة جدا في هذا الموضوع، ان احنا قلنا في حلقة سابقة ان المحكمة عليها ان تمكن الخصوم من اثبات دعواه باي طريقة من طرق الاثبات، وكلمنا قلنا ان اهم طريقتين في حاله عدم وجود المستند او الدليل اللي نستند اليه في دعوانا هو احاله الدعوه للتحقيق وندب خبير. يبقى في الحاله دي لما انا بحط طلب احتياطي وهذا الطلب جوهري، فيمكن ان استطيع من خلاله ان اثبت دعواي حتى لو ان المحكمه تصدت للطلب الاصلي بالرفض. طيب لو ان محكمة اول درجة قضت برفض الطلب الاصلي، فعليها هنا الزام ان هي تعمل ان ترد على الطلب الاحتياطي. يبقى انا دلوقتي اديت نفسي فرصة اكبر ان اثبت دعواي وان اكسب دعواي من خلال الطلب الاصلي والطلب الاحتياطي. من خلال الواقع العملي ندي مثال يبين قيمة الطلب الاحتياطي. لو أن الطلب الأصلي إلزام بسداد مبلغ، ورحت حاطط طلب احتياطي توجيه احتياطيا، توجيه اليمين الحاسمة للمدعي، في هذه الحالة إذا لم أستطع إثبات الطلب الأصلي فهنا أنا أنقصت دعواي بطريقة جديدة من طرق الإثبات وهي اليمين الحسن. مثال تاني، لو ان الطلب الاصلي الزام بتنفيذ بند او بنود العقد، الزام بتنفيذ بنود العقد، ممكن تحط طلب احتياطي. يبقى هنا الفسخ مع التعويض. يبقى اذا المحكمة لم تحكم بتنفيذ بنود العقد فسوف تتصدى للطلب الاحتياطي وهو الفسخ مع التعويض. لعلي اكون قدرت اوصل الإجابة بشكل طيب. أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.